المؤيدون لزواج المثليين يريدونه ربيعا ورديا وبالقانون، أما المحافظين فإنهم يخشون صيفا ساخنا بسخونة هذا الموضوع الأكثر جدلية داخل الأوساط الأمريكية. إلى أين ومن هنا؟ هذا هو السؤال الذي يشغل الأوساط القانونية والحقوقية هنا في واشنطن. تجمع ما بين مؤيد ومعارض على جوانب الطريق أمام المحكمة العليا في ملف حقوقي شديد التعقيد والاستقطاب، هو زواج المثليين الذي يراه البعض يشكل تهديدا لحرية العقيدة فضلا عن تهديده لتعريف الأسرة. بمجرد فرض تعريف للزواج يخالف تعريف الإنجيل والتوراة والقرآن، فإنك ستجرم هذه الديانات، لأنك ستفرض على الملتزمين دينيا بأن يتقبلوا المثليين في أماكن عبادتهم، الأمر الذي لن يقبله رجل دين. قضية بول وراندي كانت واحدة من القضايا التي فتحت الملف أمام المحكمة العليا، فما هي قصتهم؟ أنا وزوجي بول نعيش سوية لأكثر من 23 عاماً، وقمنا بتبني 4 أطفال أكبرهم في الجامعة حالياً. عائلتنا عائلة ملتزمة، وقد ربينا أولادنا لأكثر من 20 سنة، ونريد أن نحميهم من القوانين التي تميز ضد أسر المثليين. أنا وراندي لا نتمتع بأي حقوق يتمتع بها الزوج والزوجة، تبنيت طفلين وهو تبنى طفلين أيضا، لأنك لا يمكنك أن تتبنى 4 أطفال في كنتاكي، واليوم مثلا إذا مت فلن يحق لراندي أن يربي أولادي الذين هم أولاده. بمجرد أن يتعرف علينا أي شخص فإنه يرى بأننا أسرة طبيعية كأي أسرة أخرى. البعض يرى أن حياتنا غير اعتيادية بل مهينة، وأنا أقول لهم لو لم يتبناني والدي لما كنت في الجامعة الآن، وربما لم أكن حياً أساساً. المعارضون هنا أمام المحكمة العليا يرفضون دعوى المؤيدين جملة وتفصيلة، بل يهددون بعصيان مدني لو تم تمرير هكذا نوع من القوانين. أعرف بأنني اخترت أن أكون مثلياً، وأعرف أنني اخترت أن لا أكون مثلياً بعد ذلك، الأمر اختياري، فأنا لا أعارض هؤلاء لمجرد المعارضة. نحن نقول للمحكمة لا تعطونا تعريفاً خاطئاً للزواج، وإذا قمتم بذلك فإننا لن نلتزم بهذا القرار، سنفضل أن نسجن على أن نطيع قانوناً يعارض معتقداتنا. يذكر أن المعارضين جمعوا أكثر من 300,000 طلب ستسلم للكونغرس، تدعو أعضاءه لتقييد قرار المحكمة العليا إذا تم إقرار زواج المثليين كقانون في الولايات المتحدة. رغم أن الاختلاف أمر طبيعي هنا في الولايات المتحدة، إلا أنه وفقاً لمتابعين فإن المثليون انتزعوا الكثير من حقوقهم، لكنهم يطمحون إلى مساواة وعدالة أكثر رغم ضجيج من يعارضهم. علي الزبيدي لبرنامج اليوم على الحرة من واشنطن.